السلام عليكم. نحن 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 نحن
الحاله دي انا بدل من الكي سي جي بتاعي ماشي بدل من الكي سي جي بتاعي الموجود وبفضل ثابت لغايه ما اوصل للكون اللي احنا كنا جبنا كون المره اللي فاتت اللي هي قيمه الاس او الفريكونسي اللي بتخلينا الدنومينيتور بتاعنا بيساوي صفر. كنا كتبناها مع بعض المره اللي فاتت اس تي بيساوي ماينس 1 على تي ناقص 1 ار 1 سي. طبعا الاس بي احنا اتفقنا عباره عن في اوميجا بي وبالتالي يبقى اوميجا بي او اف بي او الفريكونسي بتاعت الكون بتاعتي هي اللي موجوده على الاكسس اكس اكس دي اللي فضلت على ثابت وبعد كده بدانا نرسم. بدانا نرسم الايه؟ رسمه الفريكونسي ريسبونس بتاعت الايدر انتجريتور ودي بتاعت اللوس انتجريتور. في الحالتين طبعا في حاجه اسمها مش هنعرف نعمل ايدر انتجريتور مهما حاولنا يعني لسه هنشوف سبب تاني يخليها نبع الشمال عن الايدر انتجريتور بس ايه نركز المبدا لازم فاهمين يعني ان احنا كل ما نكبر الاكسجين بتاعنا كل ما نكون كل ما نكون احسن. طيب فزي ما عملنا الاناليسيس دي بالنسبه للانتجريتور عايزين نعملها بالنسبه للديفرنشيتر. اوكي؟ فاحنا ده كانت لازمه الانتجريتور. متخيلين عشان نعمل الديفرنشيتر نعمل ايه؟ عايزين نخلي الراجل ده ديفرنشيتر مش هنعمل اناليسيس. نعم نستخدم الباكتس ممكن نفكر في كده بس انا عايز افكره برضه زي ما احنا جبنا الانتجريتور ازاي من العلاقات بتاعت الفريق المذكور قلنا واحد على اس بينظرها بينظرها الانتجريشن في التايم دومين ماشي واحد على اس في الابلاس ترانسفورم في الفريق ترانسفورم بينظرها الانتجريشن في التايم دومين مين اللي كان بينظر الديفرنشيشن؟ الاس على طول فاحنا عايزين نخلي الترانسفير فانكشن بتاعتنا الاس فوق مش تحت نعملها ازاي دي؟ نبدل ايه؟ نبدل الكاسس وهي فكره الديفرنشيتر هي ان الار بي سي بس ايه؟ هنبدله مع بعض. اوكي؟ وعنده الكول اتصال بالنسبه للوس انتجريتور عنده
نوت فاينايت، يعني عندنا فاينايت جيم تي سي اللي هو اي نوت، وعندنا هول مش عند زيرو، عند تيم الاف بي اللي احنا بنسميها. طيب بالنسبه للدفرنشال ده الشكل بتاعنا، هنعمل برضه الاناليسيس بالطريقتين اللي احنا عملناهم مع بعض، يا اما نستخدم زد 1 على زد 2 ماشي، نستخدم البلاس نصهم، يا اما نعمل معادله الكارت اللي هي الفارق ونقفل الايه؟ المعادله. فاحنا لو عملنا الكلام ده ونقدر نقول ان في اوتبوت على في انبوت بيساوي نيجاتيف زد 1 على زد 2. زد 1 دلوقتي اللي هي دي هتبقى ار نيجاتيف ار 1، وزد 2 اللي هي اللي فيها الساعه اللي هي واحده على اس سي 1، يعني بتاخد نيجاتيف اس ار 1 سي 1، وده اللي احنا بنطلعه ماشي؟ بيطلع لنا الاس في الايه؟ النيوميريتور مش في النيوميريتور، مش مينز ان انا عندي 1 0 0 3 ولو بولز صح؟ الشكل بتاعنا قبل كده كان الاس تحت، وكان عندي 1 بول 0 فريكونسي ومفيش 0، كان عندي 1 0 ايه 0 فريكونسي ومفيش بولز ماشي؟ ده الديفرنشيتور الايديا الديفرنشيتور. اوكي؟ ممكن نعمل الاناليسيس بطريقه ثانيه اللي هي بتطلع المشكله اللي بتعمل قبل كده. اوكي؟ يبقى نحتاج على الاساس ده، ممكن الكلام ده هو الكلام ده، الاخبار اللي مفيش كلام ناخد هو الايه؟ المكان يبقى الاي بتساوي سي 1 سي بي ان او دي تي، وات ذا سيم تايم بتساوي 0 ماينس البي اوتبوت على ار 1. يبقى واضح من هنا ان البي اوتبوت بتساوي ماينس ار 1 سي 1 فاضل في الـ M معناه ان هو فعلا بيعمل pure differentiation. اوكي؟ ماشي؟ يبقى الـ عنده 1 0 0 frequency وما عندوش اي بولز في الحاله اللي بنقول ان النقطه دي اسمها فيرشوال جراوند اني مور،
واجيب الكارت اللي هنا والكارت اللي هنا واسويه من بره. انا عندي بي انبوت ماينس بي ماينس على 1 على اس سي 1 يساوي بي ماينس ماينس بي اوتبوت على ار 1. وات ذا سيم تايم عندي البي اوتبوت بيساوي البي نوت البي بلس ماينس البي ماينس بس البي بلس بصفر. وبيساوي ماينس بي نوت بي نوت. العلاقه دي انا هفضل اربط الفي اوتبوت بالفي ماينس، هنشيل الفي ماينس من العلاقه اللي فوق دي واحط مكانها الفي اوتبوت على ماينس بي نوت، بقى عندي معادله ما فيهاش غير الفي انبوت والفي اوتبوت. فاحنا نكتب المعادله على طول، نطلع من الفي اوتبوت على الفي انبوت يساوي ماينس سي واحد اس على الستريت لاين بيجي من هنا. الستريت لاين بيجي من هنا. انت عندك اس بصفر، الاس بصفر، المعادله دي انا المعادله الثانيه
الاسم صفر يطلع لي الباقي فعلا صفر. الماجنتيود صح؟ وقلنا الماجنتيود صفر واحنا بنرسم لقطه وبنرسم تي في 20 لقطه زيرو كام؟ نيجاتيف 20 لقطه زيرو كام؟ ده ممكن يبقى ستيت لاين كده بقى بيرفنديكولار في الواي. بيرفنديكولار؟ والسلوب ده بقى 1 في 1 مش معنى ان يوصل لاي في ده لو سكيل اكس بتاعنا لو سكيل لو سكيل برضه ما فيش زيرو ما ينفعش تكون لو سكيل صح؟ لو سكيل انت بعد ال1 بعد البوينت 1 بعد البوينت 1 البوينت 2 وهكذا عمرك ما هتوصل غير على النيجاتيف
طيب طبعا لو بصينا على الايه هي بدايه جديد علينا على حاجه اللي هي نفس الانفرتنج امبليفاير اللي احنا بنشتغل مع بعض بس زودنا عليها نظر انبوت ماشي ان احنا محتاجين اثنين انبوتس دلوقتي عشان نعمل هذا تمام الاديشن ما بين احنا محتاجين نجمع اثنين انبوتس فاحنا حطينا اثنين انبوتس اوكي الاناليز بتاعها هيبقى سهل قوي هنلاقي البط الكارن بتاعنا هنا اللي هو اي 1 والكارن بتاعنا هنا اللي هو اي 2 والاثنين دول هيتجمعوا هنا ويمشوا هنا مش هيعرفوا يخشوا في القدام فهيطلعوا يمشوا في الخارج نقدر نقول ان الاي بتساوي الاي 1 بلس اي 2 صح كده؟ طب الاي بتساوي ايه؟ بما ان ده لو شغال في الكلوز لوب نيجاتيف فيدباك يبقى عندي النقطتين دول بيساووا بعض والنقطه دي تبقى حاجه اسمها فيرتشوال جراوند يعني النقطه دي صفر يبقى الكارنت اللي في الار اف كام؟ نيجاتيف في اوت على ار اف ماشي هو صفر ما في اوت ونيجاتيف في اوت على ايه؟ على ار اف نيجاتيف في اوت على ار اف اي 1 هيبقى في 1 ماينس صفر على ار 1 واي 2 هيبقى في 2 ماينس صفر على ار 2 يبقى الكلام ده بيساوي في 1 على ار 1 بلس في 2 على ار 2 من هنا نقدر نقول ان في اوت بيساوي نيجاتيف ار اف على الار V1 هتساوي V2 if R1 يساوي R2 يساوي R2 ماشي؟ لو حطيت الريزستنس R1 دي بتساوي R2 يساوي الريزستنس R يبقى العلاقة بتاعتي تطلع كده واضح إنها علاقة إيه؟ أديشن لو خلينا الـ RF equals R كمان يبقى مين نيجاتيف V1 plus V2 إحنا جمعنا V1 و V2 على طول وعملنا بوست أديشن أوكي؟ عملنا بوست أديشن على طول بالشكل ده طبعا ان تقييم الاشاره نيجاتيف ممكن تحطه بعديها على طول انفرتنج امبليفاير يطير لنا الاشاره دي لو انتم متعلمين منها نظر امبليفاير يخلينا الاشاره ايه؟ يخلينا الاشاره تطير اوكي؟ فاحنا جمعنا الاثنين مع بعض
closed loop. It's still in the negative feedback. لو حد ما طلت لسه closed loop ولسه negative feedback لماذا راجع على الطرف النيجاتيف وممكن أي فيرجن لسه القوانين بتاعتنا valid معناها إن أنا عندي فولتج هنا زي الفولتج هنا ماشي؟ بما إن هنا لسه ما شفناش تأثير الـ input current مفيش current ماشي هنا مفيش current ماشي هنا مفيش current داخل إيه جوه الـ open صح؟ وبالتالي نقدر نقول إن V plus بيساوي V minus الـ V plus اللي هنا عبارة عن V2 RF على R1 بلس RF تاني العلاقة دي valid بس علشان قلنا إن مفيش current داخل جوه الـ open في current داخل جوه الـ open مش هقدر أقول إن إيه في potential جوه ده الكل سيستم أوكي؟ فدي بالنسبة للـ V plus طب الـ V minus الـ V minus ده إحنا كنا عملناها قبل كده في الكورونا بتاعتنا يعني اللي هي ممكن نعملها بتمشي في الواي ده ممكن اللي هي واحد في ار اف على ار اف اصطاد اتنين بلس في اوت في ار اف على ار اف اصطاد اتنين اوكي بعد ما نعملها اللي في اوت في ناحيه والاثنين تانيين في ناحيه تانيه اوكي وبعدين نطلع لنا ان في اوتبوت بيساوي Okay.
في أول دايرة عايزين ندرسها مع بعض حاجة بنسميها Precision Rectifier. Precision Rectifier مين فاكر Rectifier؟ من أول حاجة من الحاجات اللي بدأناها في أول السنة خالص يعني بنتكلم على إن إيه صفر Rectifier وفيرو Rectifier اللي هي كانت حاجة بتاعتي بس في الهاف سايكل وما بعرفش إن هي من الهاف سايكل مثلا لو بنتكلم على المفروض كله. فاحنا خدنا زمان حاجه اسمها تايد ريكتفاير وكان المفروض ان هو بيعدي البوست فاير سايكلز وما بيعديش ان هي الهاف سايكلز وكان عندنا مشكله يعني ما اتكلمناش عنها قوي او كنا بنادي قوي هي مشكله حاجه بنسميها الديد زون. الديد زون في عندنا مشكله ماشي كان في عندنا مشكله في الايه في الفاير ريكتفاير ان هو عنده حاجه اسمها ديد زون. الديد زون ده مني ان احنا كنا بنقول ايه احنا عندنا الدايت ريكتفاير العادي اللي احنا بنعمله زمان اللي هو عباره عن وان دايت بالشكل ده والفش كده ده كان هو بيعديش النيجاتيف هاف سايكل كامله بس البوزيتيف هاف سايكل كان فيه جزء منه كان ما بيعديش اللي هو لازم الانبوت يعدي الفي دي اون علشان الدايره ايه علشان الدايت تشتغل والراجل ده يعدي. فهي كان عندنا ما يسمى الديد زون اللي هو الجزء اللي ايه من صفر الفي دي اون من صفر الفي دي اون ده كان ديد زون ما بيعديش ماشي. الريكتفاير المفروض ان هو يباس من ايه كومبليت بوزيتيف هاف سايكل والريجكت كومبليت نيجاتيف هاف سايكل. بالنسبه للدايت ريكتفاير كان بيريجكت كومبليت نيجاتيف هاف سايكل اه بس البوزيتيف هاف سايكل كان في جواه ديد زون. ديد زون اللي هو من زيرو تيل بي دي اون علشان خاطر ايه الناس مستنى الدايت. في بعض الابلكيشنز بتحصل فيه مشكله وبتهيألي بنرجع لما يعرف اسم البريسيجن ريكتفاير. البريسيجن ريكتفاير موديل كده اللي هيكون ما فيهوش ايه ما فيهوش ديد زون. كده كتبت ايه؟ الصيغه الاساسيه بتاعت البريسيجن ريكتفاير ان هو المفروض ديد زون معناه ان هو هيعدي البوست هاف سايكل كومبليتلي والنيجاتيف هاف سايكل ايه؟ هيريجكتد كومبليتلي وما عنديش جزء في النص فيقع منه. عشان نعمل العمليه دي هنلجا للاوبامب ماشي؟ الاوبامب من ايه؟ من الدوائر اللي تقدر تدينا اي فولتج احنا عايزينه في الاوتبوت وبالتالي الفي دي اون اللي كنت بدور عليها دي ممكن. طب بص مع بعض على شكل ايه؟ على شكل البريسيجن ريكتفاير ده بيسيجن ريكتفاير بتعمل كده هنا شغال في الاوبن لوب هنا شغال اوبن لوب
هنا شغال كلوز لوب، هنا مفيش فيدباك، هنا في فيدباك، صح؟ سيمو فاكر عندي حالتين دول اهو، اوكي؟ حالة اللايت اون لو في فيدباك على التحكم بتاعي وبالتالي اللايت شغال في الكلوز لوب، ولو بصينا على الإشارة بتاعتنا هتلاقي إن هو نيجاتيف فيدباك، الكلوز بتاعتنا نيجاتيف أو نيجاتيف فيدباك، يبقى الموضوع هنا إيه؟ مستقر كلوز لوب أناليسيس نيجاتيف فيدباك، يبقى المفروض عندي الاثنين دول يكونوا بيساووا واحد. في الحالة دي نقدر نقول على طول إن الفي أوتبوت بيساوي في حالة ان انا كنت عندي كلوز لوب ولا في اوتبوت لازم يساوي في انبوت بتيجي تتواصل الراجل ده كلوز لوب ومحقق لنا كل الايه؟ كل القواعد بتاعتنا لازم الطرفين يساووا بعض وندخل على الطرف ايه؟ على طول يبقى الطرف الثاني والفي اوتبوت لازم يفولو ونطلب الفي اوتبوت. بالنسبه للاوبن لوب احنا عرفنا ان لو كان لو شغال في اوبن لوب الحل حاجه من الدنيا الاوتبوت يطلع بيساوي في سي سي يا نيجاتيف في سي سي. ملهاش حل تاني. طب في سي سي ولا نيجاتيف في سي سي دي تعتمد بقى اذا كان الفي انبوت هو الاكبر من الفي اوتبوت ولا البي اوت هو الاكبر من البي ان يطلع بي سي او نيجاتيف بي سي. بس اللي احنا عارفينه من هنا ان البي اوت بيساوي صفر. ليه البي اوت بيساوي صفر؟ اللي بيبقى انت داخل بصفر وعارفين شغل الغرفه على الريجستر ده يبقى البي اوت بصفر. انا عارف ان في لما اللايت اوف هيكون البي اوت بصفر ولما اللايت اون هيكون البي اوت بيساوي بي ان. ناقص بس ايه؟ نحدد امتى اللايت اون واللايت اوف واحنا نعرف ان الفصل بتاع سايكل ولا ايه. فاحنا بنقول ايه؟ من حيث المبدا كده الفي انبوت داخل مع الباس ماشي، يبقى الفي انبوت لما بيكون تندنسي ان هو يطلع في الباس هاف سايكل يبقى انا عندي تندنسي ان الواي تطلع ليه؟ ان في سي سي ماشي؟ وبالتالي لما ده هيكون في الباس هاف سايكل ده هيكون عايز يطلع للسي سي بس الدايت ساعتها هيفتح يعمل لي النيجاتيف فيدباك ايه؟ يثبت لي الفي انبوت عند ايه؟ عند الفي انبوت ويبقى الدايت ايه؟ اون في الحاله. يبقى الدايت لو قلت ايه؟ البوستيف ولا بالنيجاتيف هاف سايكل؟ البوستيف هاف سايكل كده؟ البوستيف هاف سايكل ايه؟ يبقى احنا بنفتكر بنقول اللحظه في بدايه الدايره النقطه دي عند صفر الفي انبوت عايز تطلع اهو عايز تطلع لفوق عندها التندنس انها تطلع لفوق يبقى الكام ده عنده ايه؟ عنده تندنس انه ساتوريت ناحيه البي سي سي بلس اكبر من الماينس عايز يطلع عند البي سي اول ما يجي يعدي ال 0.7 الدايت ده ايه؟ هيشتغل. لو الدايت ده اشتغل ايه اللي هيحصل؟ النيجاتيف فيدباك هيشتغل هيفورس ان البي اوت ده يبقى بيساوي بي انبوت والبي واي هتثبت عند مين؟ هو عايز يروح بي سي سي ماشي. بعد شويه اول ما ايه؟ اول ما هيوصل للبي انبوت زائد بي اون هيروح ثابت وهيكون النيجاتيف فيدباك اشتغل وثبت لك النقطه دي فين؟ ماشي؟ لما بقى تنزل بالنيجاتيف سوبر سايكل اللي هيحصل ده هيبقى عايز ينزل نيجاتيف بي سي يروح نازل نيجاتيف بي سي ده هيقفل معاك مفيش حاجه ايه تثبته. وبالتالي احنا بنقول ان في البوستيف هاف سايكل في البوستيف هاف سايكل هيبقى عندي البي اب بيساوي في انبوت وفي النيجاتيف هاف سايكل صفر. بعد كده بي اب بيساوي ماشي؟ يبقى ده بالنسبه للبي اب بيساوي في انبوت في البوستيف هاف سايكل بيساوي زيرو في النيجاتيف هاف سايكل وده كده بريسيجن ريكتفاير اللي انا عايزه. بالنسبه لبي واي بتساوي نيجاتيف بي سي سي في النيجاتيف هاف سايكل نيجاتيف بي سي سي وفي البوستيف هاف سايكل بتساوي بي انبوت زائد بي جون. ديد زون تاني ان انت الاي تي ريكتفاير الاي تي ريكتفاير المفروض تكون الانبوت اوت بتاعته تكون متساويه شغاله ده
يبقى كده الايديال ريكتيفاير. الدايت ريكتيفاير اللي احنا درسناه مع بعض الكوتش بتاعته كده. الحته دي كده بنسميها دنسيتي. والالفا كان المفروض يطلع بس طلع بيساوي صفر. اللي هو الديفرنس بين الايديال والكونستنت. عايز اقول هو يعني جوي البوستنت بلس ده. احنا في البوست هاف سايكل لما الدايت ده يفتح كل النقطه دي ده يساوي البوتنشال يبقى في اب بتساوي مين؟ لما الدايت اون في بطاريه البطاريه في اون في واي بيساوي في انبوت زي في ماشي؟ خلي بالك ان الاوت بتاع الاو ام بياخد الفاليو بتاعته ما لهاش علاقه بالاو ام لو انت شغال في الكلوز لوب كلوز لوب نيجاتيف فيدباك الاوت بتاع الاو ام بياخد اي فاليو ما بين نيجاتيف بي سي سي وبي سي سي عن طريق الاكسترنال سيركت الاكسترنال سيركت ظبطت لنا النقطه دي بلس بقى عند الفي دي اون بلس الفي انبوت ماشي؟ اول ما تطلع الفيدباك هو ده اللي هيسترينت عند البي سي او نيجاتيف اوكي؟ استنى بقى شويه في اوت قبل ما يوصل الفي اوت ما يبقاش في التايم كده مع الكلام ده لو احنا هنا معتبرين ان الاب بتاعنا عنده ايفنت سبيد صح؟ بس احنا هو مش ايفنت سبيد يبقى قاعد عندك ايه الوقت اللي انت بقى تاخده لغايه الفي دي اون بتاعه وقت فيري فيري سمول المفروض ان اول ما الاقي عدى ده بيطلع بسرعه جدا بنتكلم على 0.7 يعني بالنسبه لنا احنا لو ده انفنت سبيد المفروض ده يطلع من بي سي على طول بيفتح الدايت هيشغلك هو الفي يعني هو لسه في الاول ما كانش شرح بي اون فكان لسه ده مش محتاج البي ان تكون بيساوي بي دي اون علشان خاطر الاكل تطلع بيساوي ايه؟ يطلع بيساوي بي سي اي بوست قد كده صح؟ لو الفرق ما بين البي بلس والبي ماينس 1 ملي فولت الراجل ده هيسكرين على البي سي صح؟ صح ولا مش صح؟ هو دي فكره الناس استخدمت الاوبام اصلا ان انا عايز اجيب فرق 0.7 بانبوت صغير جدا فاحنا عندك الاوبام مجرد الفرق بين البلس والماينس يزيد عن 1 ملي فولت 2 ملي فولت وات ايفر الراجل هيبقى عنده تندنسي ان هو يسكريت ويروح للبي سي سي على طول هو ده اللي حصل ده دي الفايده بتاعت الاوبام ان انا بدور ان انا ازاي اجيب 0.7 فولت ديفرنس تفتح لي لايت ماشي من غير ما استنى ان الانبوت بتاعي يوصل ل 0.7 انت حطيت الكونفجريشن اول ما الانبوت يعدي الصفر بشويه صغيرين يروح الدايت ده ايه او الاوبام عايز يطلع اعلى من ممكن يروح فاتح لك الدايت اللي اسمه اوكي؟ طيب في اي سؤال تاني؟ فدي فكره الديسيجن ريكوايرد وكان هدفها زي ما شفنا ان احنا ايه؟ كانسل الديتزل بالتالي انا كده عندي اقول ان الرسمه دي كده هتبقى الكيرف الاسود ده هو اللي بيمثلها مش الكيرف الازرق وبالتالي انا كده عندي ايه ايدل ريكتيفاير بدات اجيبه عن طريق استخدام الايه؟ استخدام ده اوكي نشوف بعد كده اللوغاريتمك يعني ايه لوغاريتمك امبليفاير؟ يعني احنا متوقعين كده ان يطلع لنا الاوتبوت عباره عن اللفظ بتاع الايه بتاع الانبوت ماشي؟ ده بنسميه لوغاريتمك امبليفاير ان الفي اوتبوت يساوي سم لوج فانكشن من الايه من الانبوت بتاعنا ده بنسميه لوغاريتمك امبليفاير اوكي؟ هتفتكروا كده ازاي نقدر نجيب لوغاريتمك امبليفاير؟ ايه الحاجه اللي احنا خدناها مع بعض علاقتها بالجاكسون؟ البي جي تي العلاقه بين الفولتج والكرنت البي جي تي كانت لوجاريتميك ايكويشن وبالتالي يبقى انا عايز اعمل لوجاريتميك امبليفاير متوقع كده ان احنا نغير الحته اللي هيظهر فيها ايه البي جي تي اوكي
هنا في الفيدباك بتاعنا ايه؟ لو انا عندي لو انا حطيت الانبوت ان هو اوبريت 1 الاوبريت 1 دي لا خليت لي الواي ان هو تايم ستيب بي سي سي هو لسه ما كانش بي سي سي في نفس الوقت الفي اوت ما طلعش ما بقاش هو يعني ايه اللي في اوت يطلع على طول يعني ده لسه ما طلعش عندنا بوينت 1 صح؟ تمام كل ده مش شغال صح؟ هو ده مش شغال ازاي؟ كل ده مش شغال؟ ماشي لو ده مش شغال البوينت 1 يعني ايه؟ بالشكل بتاعنا
شايف البوستر براون نار واحد اثنين انبوت حط مصر بالشكل ده كده يقول انا لازم تبقى اكزاكتلي سيم يعني نكتب هنا ان الاي بتساوي في انبوت على ار 1 بتساوي الاي درين واحنا عارفين ان الاي درين بتساوي نص نيو ان سي اوكسايد دبليو بار ال في دي اس ماينس في بريشر كول سكوير ماشي ده ايه السيتويشن احنا ليه فاضيين في السيتويشن ده سؤال اتس اوكي يعني ممكن نفكر فيه بس انت عندك الراجل ده ممكن ينزل داون كل ده ويجي يجي البي سي سي انت عايزه لو عايز الراجل ده يشتغل السيتويشن ده هيكتب نفس البوينت ليه ماشي الراجل ده يشتغل الفكره بتعمل ايه؟ بما انه عندك نيجاتيف فيدباك فاللوب دي هتظبط نفسها بحيث ان الكلام ده يسال كم انت عندك كده تقدر تنزل كل واحد بقى في البي سي الفاليو دي صفر دي صفر ممكن اصلا الراجل اصلا فكرنا من الاول بما ان ده بصفر وده بصفر يبقى الراجل ده في السيتويشن يعني لو الاثنين ممكن يساووا بعض يبقى هو صفر طيب ايه علاقة الـ VGS بالـ V output؟ الـ VGS بتساوي الـ VG ناقص الـ VS بتساوي صفر ماشي ماينس الـ V output يعني الـ VGS ده ايه؟ نيجاتيف الـ V output فنحطها في المعادلة ونجيب في الآخر العلاقة اللي احنا عايزينها يطلع لنا إن الـ V output بتاعنا بيساوي نيجاتيف الجذر التربيعي
دي الفيرست ستيج بتاع الكامب من جوه، لو اول حاجه بتشوفها في الكامب من بالنسبه على حاجه بنسميها الديفرنشال امبليفاير، لو كمان بنسميها فورس ثاني. فالديفرنشال امبليفاير ده حاجه بالشكل ده، بيكون عندنا طرف بنقول مثلا هو ده في بلس، طرف بنقول في ماينس. سواء بقى عاملين في وصف تكنولوجي او بي جي تي تكنولوجي. طبعا بس 140 اللي بيستخدموه في المعمل، بس بي جي تي كامب ما هوش وصف، معمول من بي جي تي. اوكي؟ فاول حاجه بتشوفها في الكامب من جوه حاجه بالشكل ده. اول حاجه بتشوفها هي مين؟ هي ديفرنشال بيتش، بنسمي دي ديفرنشال امبليفاير او ديفرنشال بيتش، يعني ان هو بيامبليفاي الديفرنت سيجنال ما بين البي بلس والبي ماينس، يكون شكله كده من جوه ديفرنشال بير موسفيت او ديفرنشال بير بي جي تي. اوكي، الديفرنشال بير لما بنيجي نعمل له ديزاين زي ما انتم متخيلين، يعني ما اظنش ان هي غايبه عليكم، يعني ان احنا اكيد نعمل ديزاين للترانزستور ده اكزاكتلي ذا سيم از الترانزستور ده، والترانزستور ده اكزاكتلي ذا سيم از الترانزستور ده، صح؟ منطقي شويه ان انا حاطط الاثنين مع بعض بايظ في نفس الكارنت سورس، ماشي؟ وهم عايزين يكبروا الفرق، فاكيد انا الاول هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم ادوات. اوكي؟ فالديفرنشال امبليفاير او الديفرنشال بير لما بنيجي نعمل له ديزاين بيطلع لك اثنين، بتعمل اثنين ترانزستور اكزاكتلي ذا سيم، سيم دبليو اوفر ال، ماشي؟ بالنسبه للموسفيت، وسيم اريا بالنسبه للايه؟ بالنسبه للبي جي تي. زي كده ديفرنشال امبليفاير. طيب بس احنا درسنا مع بعض الفابريكيشن وعارفين ان انا عايز اعمل الدبل بتاع الراجل ده مثلا 10 مايكرو والدبل بتاع ده 10 مايكرو، ممكن بعد التصنيع نلاقي ان الدبل بتاع الراجل ده 10.1 والراجل ده 9.1، ماشي؟ ممكن تطلع 10.2 و9.8، ممكن يطلع اي حاجه، ماشي؟ في عندنا فاريشن في الدبلز والهيلز والفاريشنز في الارياز نتيجه الفابريكيشن بريسيجن. الفابريكيشن بروسيس ما هياش ايه 100% بريسايز، فلازم يحصل لنا ايه؟ مشاكل تخلي السايز بتاعتنا. دي حاجه بنسميها ايه ده؟ بنسميها راندم ميس ماتشز. راندم ميس ماتشز، يعني مثلا عندي راندم ميس ماتشز تخلي لي الحاجات اللي انا المفروض اعملها تكون ماتشز مع بعضيها ما بتطلعش ماتشز مع بعضيها مين؟ عامل الاثنين كونستنتون يكونوا زي بعض بالظبط، هنلاقي ان لما تيجي الراندم ميس ماتشز دول واحد طلع اكبر من الثاني شويه. واحد طلع اكبر من الثاني شويه، واحد طلع البي ثريشولد بتاعه غير البي ثريشولد بتاع اللي جنبه شويه. ماشي، واحد طلع الموبيليتي بتاعته غير الموبيليتي بتاعته اللي جنبه شويه، مش شرط الموضوع ده دايمنشنز بس، ماشي؟ على حسب الترانزستور موجود فين ممكن نلاقي الفي ثريش بتاعته اختلفت، الموبيليتي بتاعته اختلفت، الدبل بتاعته اختلفت، ال ال بتاعته اختلفت. الخلاصه ان الاثنين ممكن يكونوا مش زي بعض اكزاكتلي زي ما انا كنت متخيل. اوكي، ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي ان انا لو كنت حاطط هنا 5 فولت مثلا او 5 فولت وانا مختلط دول شايفين الاثنين فولت بيساووا بعض اكزاكتلي، كان المفروض الكلام ده يتوزع تساوي بين الاثنين، الترانزستور زي الترانزستور 5 فولت و5 فولت، فالبي جي اس هنا هي نفس البي جي اس هنا، يبقى الكلام كان هيتوزع ما بينهم بالظبط زي سي، صح؟ طيب لو جه الراجل ده كبر عن الراجل ده شويه، حتى لو انا حاطط عليهم نفس الفولتج اكزاكتلي، بقى الدبليو والال اللي بتاع ده اكبر من الدبليو والال بتاع ده، يبقى ده هياخد كارنت اكتر من ده. البي جي اس هي نفس البي جي اس بس الدبل بتاع ده اكبر من الدبل بتاع ده، عارفين العلاقه بين الكارنت والفي والاي. اوكي، يبقى الكارنت اللي هنا زاد عن الكارنت هنا شويه، بقيت بفيفر الناحيه دي عن الناحيه دي شويه، حصل عندي اوفست، حصل عندي ما يعرف من ايه بالاوفست، ان ايه الناحيه بقت ليها جين مختلف عن الناحيه الثانيه، بقى عندي ما يسمى بالاوفست. اوكي، فكلمه دي سي اوفست دي بتقول ايه بقى؟ دي سي اوفست دي، دي سي اوفست ان جنرال ليه تعريفين، حاجه بنسميها ان اوفست فولتج وحاجه بنسميها اوت اوفست فولتج، ماشي؟ ايه هو ان اوفست فولتج الاوت اوفست فولتج؟ اوت اوفست فولتج بعيدا عن اسمها كده، ان انا لو حطيت الانبوتس بتاعتي بالانسد، يعني الاثنين بيساووا بعض، التو انبوتس بيساووا بعض، هلاقي الاوتبوت مش بيساوي صفر، هلاقي الاوتبوت بيساوي سيرتن فاليو اللي هي اسمها الاوت اوفست فولتج. يعني لو ده الراجل بتاعي كده اهو، ده بلس ده ماينس، تلاقي حاطط هنا في انبوت وانا حاطط في انبوت برضه مش اكزاكتلي ذا سيم، واللي احنا كنا متوقعينه ان لو ده اكزاكتلي ذا سيم از ده كان المفروض ان الاوت هنا يطلع زيرو، صح؟ العلاقه اللي احنا درسناها للام بتقول ان الفي اوت بيساوي الاي نوت في الفرق بين الاثنين دول، طب الاثنين دول بيساووا بعض، الفرق المفروض الاوت يطلع كام؟ زيرو. الواقع انه مش هيطلعوا زيرو، مش هيطلعوا زيرو، فهيطلع لك ايه؟ هيطلع لك هنا ما يعرف بالفي أو أوفست فولتج. ده نتيجة إيه بقى؟
نتيجه ان الترانزستورز اللي في الانبوت بتوعي هم ماتش بيرفكتلي ماتشد فيما بينهم راندم ميس ماتشز، خلى واحد اكبر من الثاني شويه، خد كارنت اكتر شويه، عمل فرق في الاوتبوت فولت شويه، بنسميه الاوتبوت اوفست فولت. ديبندنج على البارامترز بتاع كل الترانزستور او الوقت بالذات يعني كده. هو طبعا كل ما السايز بتاع الترانزستور بتاعتك تكبر كل ما الميس ماتشز دي تاثيرها يقل. صح؟ لان لو عامل ترانزستور قد النص ده من مدرج والترانزستور الثاني قد النص ده من مدرج الفرق الدلتا ده اللي هتحصل فيه والدلتا ال اللي هتحصل فيه مش هتكون سيجنفيكت. غير لو انت عامل الانبوت ترانزستور بتاعتك صغيره قوي في الديزاين بتاثير الدلتا دبليو والدلتا ال اللي انت عاملها يكون كبير. ماشي بس كده كده في ميس ماتشز هذا يكون في التاثير ده موجود. قيمته هي اللي بتعتمد على الديزاين بتاعك. اوكي؟ فبيقول ايه؟ الاوت اوفست فولتج هي لو انا حطيت على الانبوتس بتاعتي بيساوي بعض الاوت هيطلع بيساوي كده. وده اللي خلاكم في المعمل حتى وانتم مش حاطين انبوتس على الامب وبتقيسوا في الاوت بتلاقي الاوت على طول ايه؟ في سي سي او نيجاتيف في سي سي ساتيوريتد على طول من الاول. نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو في اوفست اصلا ما بين الاثنين. اوكي؟ والحاجه الثانيه هي الانبوت اوفست فولتج. ماشي؟ والانبوت اوفست فولتج في الواقع ما هو الا الاوت اوفست فولتج المقسوم على الجيم. ماشي؟ احنا بنقول ايه؟ بنقول انا الاوفست بتاعي او الميس ماتش بتاع الفولتج ممكن امثلها بحاجه من الاثنين، الاوت اوفست فولتج يا انبوت اوفست فولتج. الاوت اوفست فولتج هو تعريفه كده اللي هو لو احنا اف انبوت ايكوال فولتج ولا تو تيرمينز ولا كام؟ ذا اوت فولتج ويل بي ذا اوت اوفست فولتج. المفروض ان هو يطلع صفر لكن مش هيطلع صفر نتيجه الايه؟ نتيجه الميس ماتشز ما بين الاثنين. فده اسمه الاوت اوفست فولتج. الانبوت اوفست فولتج بقى باي ديفينيشن باي ديفينيشن يعني بتقول ايه؟ وات از ذا فولتج تو بي ايه؟ تو بي ادد تو ذا انبوت such that the output is equal to zero. ماشي؟ يعني انت بتقول ايه المفروض ان انا ما يكونش حاطط انبوت او اكون حاطط بالانس انبوت المفروض الاوتبوت يطلع بيساوي صفر ما بتعرفش بيساوي صفر طلع لي قيمه اسمها بي اوت اوفست فايه الاوفست ايه الفاليو السورس اللي حاطه في الانبوت عشان يرجع لي الراجل ده صفر طبعا لو انتم ملاحظين العلاقه بين ده وده هي الجيم بتاع الراجل ماشي يعني الراجل ده عشان يكون في الانبوت هقسم على الجيم بتاع الراجل يجي دي وده بيجي في الانبوت اوكي فالعلاقه بين التعريف تاني، التعريف تاني بتاع الانبوت اوفست فولتج، ايه الفولتج اللي انا بحطه على الانبوت بتاعي بحيث ان الاوت يطلع بصفر. ماشي؟ طبعا لو كان ايدل الامب انت هتحط صفر يديك بره صفر. لكن هو مش ايدل، فايه الانبوت اللي تحطه عشان ترجعه صفر تاني؟ ده الانبوت اوفست فولتج، والاوت اوفست فولتج لو انت حاطط صفر يطلع لك الاوت مثال. احنا بقى هنمشي مع التعريف اللي تحت. اوكي؟ ده التعريف اللي تحت اللي احنا بنمشي عليه، يعني لما نشوف اوفست فولتج بس واسكت يبقى مقصود بيها الانبوت اوفست فولتج. ايه الانبوت فولتج اللي انت المفروض تحطه على التيرمينال بتاعتك بحيث ان الاوتبوت يكون بيساوي ايه؟ يكون بيساوي صفر. اوكي؟ ماشي؟ وهنعمل له ريبريزنتيشن بالشكل ده. يعني الشكل ده معناه ايه؟ الشكل ده معناه ان الفارق ان انا عندي ايدل اوب امب ما فيهوش اوفست والاوفست خرجته براها على نظر الاوفست يعني طريقة الريبريزنتيشن بتاعت ان احنا خلاص بقى ناخد تأثير الأوفست ده in the form of voltage source at the input of the op amp واللي بقى فاضل لي هنا إذا الـ ideal op amp ما فيهوش أوفست ماشي؟ الأوفست عملنا له ريبريزنتيشن للـ voltage source والـ ideal op amp رجع تاني زي ماشي؟ طبعا لو انتم متخيلين المفروض ده انا كان زمان لو ده في لو ده في بلس ماينس في ماينس ده في اب كان المفروض العلاقة بتاعتنا تطلع بيرفكت يعمل كده. صح؟ العلاقة بتاعتنا ان في ارو بيساوي الاي نوت في الفرق ما بين الاثنين دول. نتيجة الاوفست ممكن الراجل ده يطلع ايه؟ شكله عامل كده او ممكن يطلع لفوق طبعا لفوق او لتحت اي حاجة. يعني ايه الكيرف بيتحرك نتيجة الاوفست. تبقى النقطة دي هي الاوفست نقطة اللي احنا بندور عليها. ده قيمة الفولتج اللي انت عايز تحطه في الانبوت عشان يطلع لك الارو بيساوي صفر. الكيرف بيتحرك يمين او شمال او فوق او تحت يعني المفروض يكون فوق او تحت لان ايه؟ عندك دي سي اوفست موجود عندك ماشي؟ الراجل بيتزود عليه دي سي والكيرف بيتزود عليه دي سي في الكلام ماشي؟ المفروض الدي او اس هي الدي او اس عليه بس ناقص طبعا ممكن تبريزنت هنا او تبريزنت مش فاهم
بس عايزين نتفق على حاجه كنت لسه هقولها. مشكله الاوبسيت الاساسيه الثانيه اللي احنا هي طبعا مشكله ايه؟ مشكلتها الثانيه او المشكله السمه الاساسيه فيها ان هي راندوم. دي راندوم بروسيس ويتش مينز ايه؟ ان انا لو رحت صنعت مليون اوب ام ما اقدرش اقول ان المليون اوب ام دول الاوبسيت بتاعهم بيساوي 5 ملي فولت. ممكن الاقي واحد الاوبسيت بتاعه 5 ملي فولت، واحد الاقي الاوبسيت بتاعه ماينس 5 ملي فولت، ممكن الاقي واحد 10 ملي فولت، واحد ماينس 10 ملي فولت، واحد 1 ملي فولت، واحد صفر، واحد ماينس 1 ملي فولت. ايه؟ دي راندوم بروسس. الفاريشنز اللي بتحصل في السايز بتاع الترانزستور دي على السيليكون اتس راندوم بروسس. وبالتالي الاوبسيت اتس نوت ا نون فاليو فور سيرتن اوب ام. ماشي؟ انت بتبقى عارف الرينج بتاعك. بما انها راندوم بروسس يبقى انت عارف انها بتتوسع شكل ايه؟ جاوسيان كيرف. يبقى انت عارف مثلا ان 99% من الاوب امس بتوعك هيطلع لهم الاوبسيت ما بين مثلا ماينس 10 ملي فولت و10 ملي فولت. 1% هيطلع اكبر من 10 ملي فولت. فانت بتبقى ديزاين بيزد على انا ممكن استحمل فاريشن قد ايه؟ تحاول تظبط الايه؟ الراندوم بتاعك ده الكيرف بتاعك الجاوسي الكيرف بتاعك ده يكون ويذن الرينج اللي انت ايه تقدر تستحمله. اقدر استحمل 10 ملي فولت، اقدر استحمل 5 ملي فولت، اقدر استحمل 2 ملي فولت وهكذا. تبدا بقى تقدر تكبر السايز بتاعت الترانزستور بتاعتك بحيث ان الاوفست يصغر قوي يدخل ويذن الايه؟ ويذن الرينج اللي انت عايزه. بس ستيل اتس راندوم بروسس، يعني ممكن في لحظه الاقي الراجل يطلع لك ايه؟ الاوفست بما لا نهايه. البروبابيلتي بتاعتها طبعا از فيري سمول. الجاوسيان كيرف اللي انتوا عارفينه بتاع الجاوسيان ديستريبيوشن ده البروبابيلتي اللي يطلع الفاكتور ما لا نهايه ده اتس فيري سمول يعني، بس ممكن تحصل. ماشي؟ فدي الكيرف الاسود ده مش شرط ان هو يكون يمين، ممكن يبقى شمال. ماشي؟ ممكن يمين كتير، ممكن شمال كتير، اوفست لو انت فين بوزيتيف ولا نيجاتيف مش هتفرق معايا اللي هو الاخر الديزاين بتاع اللي هعرفها بمين وفاريانس. ما بنعرفهاش بمين. بنقول ان المين بتاع الاوفست مثلا 5 ملي فولت والفاريانس بتاعه 3 ملي فولت، فهو صغير اراوند ايه مثلا 5. طبعا المفروض المين يطلع صفر يعني، والفاريانس هو اللي بيطلع 3 4 وانت بقى تشوف انت عايز تستحمل كام في المية. يعني بنفكر تفاصيل كتيرة. في الآخر يعني احنا وصلنا هنا ان انا عندي حاجة اسمها انبوت اوفست فولتج جاي نتيجة الراندوم ميس ماتشز بنمثلها بفولت سورس بيسبب. خلاص احنا بقى عايزين نشوف تأثير الكلام ده على الدوائر بتاعنا ايه؟ الدوائر اللي احنا درسناها مع بعض دي. الاوفست ده هيعمل ايه؟ اوكي؟ عندك التمبتشر بتتغير والفولت بيتغير والكورنر بتتغير. دي موضوع انت لما تيجي تعمل ديزاين المفروض انك تخلي الديزاين بتاعك ما يتاثرش بالبروسيس ولا بالفولت ولا بالتمبتشر ويكون يقدر يستحمل شويه ميس ماتشز. دي هي سيميليشنز، دي هي سيميليشنز. الميس ماتشز دي اصلا ان شاء الله يعني مثلا كم الكترونكس وفي نوع من السيميليشن اسمه مونتي كارلو سيميليشن بيتعمل عشان ايه يحسب الحاجات. مونتي كارلو سيميليشن ده بيوصل سيميليشن جوه التولز اللي عندكم يعني بتلاقي في حاجه اسمها مونتكارلو سيميليشن يعملها ايه؟ بيبدا يحط ايه؟ فاريشنز 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 بين الترانزستورز ويطلع لك الهيستوجرام اللي من بره بره البوكس ده شكل عامل ازاي. فاريشن التكنولوجي دي ممكن يحصل فيها فاريشنز او مثلا 10% يفضل يغير الفاريشنز 10%. وبالتالي ده دلوقتي عايزين نشوف بقى تاثير الاوفست على الزوايا اللي احنا ايه درسناها. تعالوا نبص مثلا طبعا كاكزامبلز يعني تعالوا نشوف تاثيرها مثلا على الايه النون انفيرتنج امبليفاير از ان اكزامبل. الدايره هتطلع على طول ولا هتطلع على طول ان في اوت
يساوي 1 بلس ار 1 رقم 2 في انبوت بلس في اوبس. اوكي؟ في اوبس ده الموضوع ايه؟ واضح انه ايه؟ مفيش اي يعني تاثير بسيط او تاثير معروف. الفكره كلها في ايه؟ ان الاوبس دلوقتي حصل له ابلكيشن ات ذا سيم فاليو از ذا انبوت. يعني انا عامل امبليفاير عشان يكبر مثلا الجيم في 10 يبقى الاوبس كمان هيتضرب في 10. اوكي؟ هتيجي كان بالك بنتكلم في الاوبس بنتكلم في حاجه ان ذا فيو ملي فولتس. لما بنتكلم مثلا اوبس تكتيكال فاليوز حاجه كده لغايه 20 ملي فولت. من 1 ملي فولت لغايه 20 ملي فولت تكتيكال فاليوز يعني انت اوبس فولتج ضرب بقى في الجيم يبقى بنتكلم عن 2 ملي فولت ولا حاجه. ممكن يكون سيجنفيكال لما يتكبر يعني بس من حيث المبدا ده اللي موجود عندنا. فده تاثير ستيل ممكن ايه بتولريت. المشكله الاكبر دلوقتي لما نيجي نبص على الانتجريتور. تعالوا نبص مع بعض على الانتجريتور كده ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا زي ما قلت لكم مشكلتنا في الاوبسيت ان هو راندوم. وبالتالي انا مش عارف القيمه بالظبط. لو كنت عارف القيمه بالظبط كنا ممكن نشوف اي فولتج سورس تاني كانت سيدنا الكلام ده او نقلل الفولتج سورس بتاعنا الكبير بتاعنا لقيمه الاوبسيت الموجوده. لكن بما احنا بنتكلم على راندوم سورس فقيمته ممكن تختلف نتيجه انها راندوم ميس ماتش زي ما قلناش حط ايه حاجه تعليق للموضوع ده بيرمننت لان حسب ما فهمت على فكره الفولتج سورس كمان. اوكي؟ هو الراندوم ده المقصود بيه فروم ذا انتجريتد ستيت. اوكي؟ لو احنا بقى خدنا الانتجريتور بتاعنا اللي هو كان شكله كده بغض النظر عن ايه بتاع الايه ما بقاش فيهم دور ما بقاش انتجريتد.
عشان كده ما ينفعش نستخدم الانتجريتور نتيجه الاوفست، يعني دايره الانتجريتور اللي احنا درسناها مع بعض دي از ات از كده ما ينفعش نستخدمها خالص كانتجريتور، الاوفست دايما هي ساتوريتد. اذا احنا عملناها في الميجرمنتس واللاب حاطين عادي في الكامب عملت انتجريتور؟ في ريزستور تاني احنا هنعمله من حيث المبدا كده نقدر نقول تاثير الاوفست على الانتجريتور الاثنين تاثير عظيم جدا ويخلي الكلام بتاعنا يساتوريت. ماشي؟ ويخلي الكلام بتاعنا يساتوريت ويكون الحل عشان نعالج المشكله دي هي ان احنا نعمل بقى ايه الانتجريتور المستخدم هو حاجه شبه كده. ولكن هذا هو
طيب فعلا عمل بقى عشان نعمل ديزاين الراجل ده، احنا محتاجين من الار 2 على الار 1 يبقى 2 سمول صح؟ محتاجين نخلي الار 2 على الار 1 يبقى سمول، لان احنا مش عايزين نعمل انتجريتور، مش عايزين نعمل انتجريتور، فاحنا بنحط التي سي ايه بتاعنا في الحاله دي نحطه صغير عشان خاطر المفصل ما يتكبرش كتير. والحاجه الثانيه اللي بنحاول نعملها ان احنا نخلي الايه الار 1 سي 1 بعد الاوبريشن ماشي، ان احنا نخلي الار 2 على سي 1 ماشي از تو لارج. اشمعنى؟ احنا عايزين نبلوك الدي سي بس ماشي، عشان عايزين الراجل ما يشتغلش على الدي سي بس، بالتالي احنا عايزين نخلي البول ده اقرب ما يمكن من ايه؟ من الصفر ماشي، بحيث ان هو يبقى اقرب تاني لغايه الاثنين، هيكنسل لنا بس الزيرو اللي هو زيرو فريكونسي ماشي. وبعد كده نقرب ده بقى اول من البول، نقرب البول بتاعنا من الصفر بحيث ان احنا نرجع للايدال ماشي. فدول التو كونديشنز اللي انت بتعملهم في الديزاين، ان تخلي الار 2 دي اصغر بكتير من الار 1، وتخلي الار 2 في السي 1 دي تو لارج، ويتش مينز ان احنا محتاجين ان احنا نكبر الكباستر ده. طيب كده هنخلي طيب فده كده كان التاثير الاولاني او ايه النون ايديالتي الاولاني. عندنا نقطه ثانيه اسمها الانبوت بايس كارنت. معلش عشان هنا الاي مش بزيرو بتاعت الام
فهنيجي نروح حاطين على الانبوت بتاعنا فولتج سورس ليتس سي في كوركت في كوركشن فولتج هتقطع عشان يكوركت الايه البروبلم بتاعتنا دي. اوكي هنا عندنا كارنت سورس بتاعنا ستيم موجود اهو اي دي 2 وعندي البيل ريزيستنس كارنت الحلقه تختار الشكل 0 اي بي 2 يس اوكي اوكي فاحنا حاطين السورس حاطين بوت السورس اللي هو بي كوركشن ده عشان خاطر يلاقي لي تكسير الاي بي 2 في الراوت ماشي فاحنا عندنا نقدر نقول ان في اوت بالنسبه للاي بي 2 احنا اتفقنا هو بيساوي الاي بي 2 ار 1 خلاص بالنسبه للبي كوركت بقى فبي كوركت زي البي انبوت هنا فبيطلع بيساوي بي كوركت كوركشن 1 زائد ار 1 على الاي بي 2 ده كده انا عملت ايه؟ حطيت فولتج سورس تاني بين الانبوت احنا بننزل من دلوقتي حطيت فولتج سورس كل هدفه ان هو يكنسل لي مين؟ يكنسل لي تاثير الايه؟ تاثير ال تاثير اي بي زد 2 فشفت الاي بي زد 2 في الاول بيساوي كام؟ وشفت البي كوركت في الاول بيساوي كام؟ هنحط الكلام ده بقى ايه؟ شو بي ايكوال تو زيرو هيساوي الكلام ده بصفر هيطلع لنا ان في كوركت هنا في كوركشن بيساوي نيجاتيف اي بيز 2 اي بايز 2 ار 1 على 1 زائد ار 1 تمام لو خدت المعادله دي بقى ضربتها فوق وتحت في ار 2 يبقى عندي نيجاتيف اي بيز 2 ار 1 ار 2 على ار 1 زائد ار 2 اللي هي مين؟ الفرق الكومبينيشن بتاعتي نيجاتيف اي بيز 2 ار 1 ار 2 وهنا تيجي بقى الفكره اللي الناس بتعملها علشان تلغي تاثير الاي بيز 2 ده ان اكشولي احنا ما بنحطش دي كوركشن ده ولا حاجه نقدر نكنسل تاثير الايه؟ الانبوت بيس بانل ده
from DC. اوكي؟ طيب هل التأثير ده موجود على الانتجريتور برضه ولا لا؟ في متوقعين هيبقى موجود في الانتجريتور. Slew rate, S-L-E-W, slew rate
which means ان هي كمية الفولتج اللي هي ممكن تخرجه for a certain time. ماشي؟ الناس اللي انترست الكلام ده ممكن تقولوه في الكتاب يعني، بس احنا ايه بما اننا ما دخلناش في frequency response ما لهوش معنى ان احنا بنترسمه. هي الفكره كلها ان احنا بنقول ان بعد شويه ان الفئام بيبقى ليها speed limitation، بحيث ان انا لو زودت frequency بتاعت الانبوت حتى لو انت مدخل سنسويدل هتلاقي الفئام مش قادر يرسبوند للسنسويدل دي وهيطلع triangle ده. يعني هو مش قادر ايه يطلع بنفس السرعه وهتلاقيه يمشي بالراحه، بيقول ان هو بيسلو يعني بيطلع الفولتج في التايم زي ما هو بيبقى اكتر. محتاجين نبص على حاجة أخيرة بس في المكان كنا بننسيه. نبص على دايرة اسمها شميت تريجر. ماشي؟ حد منكم سمع عن شميت تريجر قبل كده؟ شميت تريجر. ما عداش عليكم خالص؟ طيب. عشان نبص على الشريط تريجر ده اول حاجه نبص على البروفايل الرعايه. نورمال بروفايل. النورمال بروفايل ده لو انا افترضت ان ده مثلا بي سي سي نيجاتيف بي سي سي ده الكلام بتاعنا وجيت حطيت على الطرف البوست بتاع جراوند رحت جاي حاطط البي خدت الاوبام حطيت جراوند على طرف البوست وحطيت البيت على طرف النيجاتيف وهشوف ايه اللي هيحصل. طبعا دلوقتي الدايره دي اوبن لوب ولا كلوز لوب؟ اوبن لوب. اوبن لوب مفيش فيدباك خالص هنا، وبالتالي انا مستخدم الاوبام في الاوبن لوب فاحنا متوقعين ان هو هيساتيريت بي سي او نيجاتيف بي سي سي. هيساتيريت بي سي او نيجاتيف بي سي حسب مين اكبر، البوست تيرمينال ولا النيجاتيف تيرمينال؟ لو البوست تيرمينال اكبر يبقى بي سي سي، ولو النيجاتيف تيرمينال هو اكبر يبقى ايه؟ يبقى نيجاتيف بي سي. فقدرنا نلاقي دي بتاعنا. ماشي؟ فلو افترضنا ان ده الانبوت بتاعنا فانا عندي في البوستيف هاف سايكل وفي انبوت هو بوستيف سوري ماشي هو الاعلى من الصفر، نيجاتيف تيرمينال هو الاعلى من الصفر، يبقى الاخر هيبقى ايه؟ نيجاتيف بي سي. طرف النيجاتيف اعلى من طرف هيطلع نيجاتيف بي سي يبقى هيطلع حاجه كده اللي هي نيجاتيف بي سي. اوكي؟ لو الفي ان نزل تحت الصفر يبقى البوزيتيف تيرمينال هو اللي بقى اعلى، يبقى الراجل هيساتوريت عند ايه؟ عند البي سي. عشان كده مسمينه ايه؟ ايديال كومباريتور. او ايه؟ نورمال. يكمبير الانبوت بالصفر. طبعا ممكن نحط حاجه ثانيه غير الصفر، يعني ممكن احط 5 فولت مثلا، احط 3 فولت يبقى كومبير مع 3 فولت او 5 فولت او كذا. حتى لو كان الراجل ده ادى بي سي سي ومنه كويس بي سي كان صفر وبي سي سي، ممكن احط بي سي على 2 هنا وكومبير مع بي سي سي على 2. It is possible ان انا اكمبير السيجنال مع ايه؟ مع سيرفر ريفرنس واحدد اذا كنت انا ايه؟ اذا كنت انا كنت انا محقق الكلام ده اكبر منه ولا اصغر منه. اوكي؟ طبعا في الواقع احنا ما بنستخدمش الاوبام في الخصوصيه دي، احنا بنستخدم حاجه اسمها كومبارتور، وهو فعلا كومبارتور غلط بس فيري فيري هاي سبيد اوبام. لان السبيد ليميتيشن بتاع الاوبام ما تخليهوش يقدر يطلع لنا ايه ديسيجن بسرعه. لازم يكون ده اوبام سريع شويه. ماشي؟ انا مش هدفي برضه ان احنا نتكلم في الكومبارتور، انا عايز اشوف دلوقتي مشكله كانت موجوده في الكومبارتور زي بالشكل ده. اتفضل. وبعد كده عشان كده دي مشكله اللي احنا لسه بنقولها ان انا الانبوت عاده ما بيبقاش شكله كده، في نويز متركب عليه، صح؟ يعني لو اخدت نفس السيجنال دي ورحت مركب عليها نويز كده. ماشي؟ ركبت نويز على السيجنال بتاعتي. جيت خدت الحته دي هنا وعملت لها زوم. ماشي؟ هيطلع شكل عامل ازاي؟ هات الصفر هيطلع شكل عامل كده، صح؟ ونتيجه النويز ده ماشي؟ الخط بتاعي اللي هو كان نازل كده ده ماشي؟ بقى فيه ايه؟
كذا مره ممكن ينزل ايه يقطع الزيرو ويطلع يقطع الزيرو ويطلع في نويز بتركبها على السيجنال بتاعتك. فممكن لحظه الزيرو كروسنج دي او لحظه اللي انا بتبات فيها دي ما تبقاش اكشولي ايه لحظه واحده بالظبط في الايه بط انسنس ان هو بيعديها وبعد كده يطلع تاني يعديها ويطلع تاني يعديها. ده هيؤدي الى ايه بالشكل اللي هنا؟ هيؤدي ان الشكل ده عامل كده. ماشي؟ من اللحظه اللي باخد فيها الكومباريزن بتاعي باخد فيها الفيلم عمال اطلع هاي لو هاي لو هاي لو هاي لو هاي لو وهكذا. اوكي؟ فدي مشكله نتيجه ايه؟ نتيجه النويز ونتيجه الشارب ايه؟ الشارب ديسيجنز اللي بناخدها في الدايره بالشكل ده. اوكي؟ فدايره سميت تريجر هي دايره معموله علشان تعالج المشكله دي. طبعا تلاحظ ان المشكله دي ممكن تتعالج ازاي؟ المشكله دي ممكن تتعالج ازاي لو انا خليت الليفل اللي انا بقارن بيه وانا نازل غير الليفل اللي انا بقارن بيه وانا طالع. يعني ايه؟ الراجل ده نازل كده فهو نازل يتقارن مع الليفل ده وهو طالع ويتقارن مع الليفل اعلى شويه بنسيت الليفل ده. ماشي دلوقتي ايه؟ فاهم انت المشكله دي ولا مش فاهم؟ طيب دلوقتي هنا الراجل ده نازل اوكي وهو نازل عدى الليفل الكومبير بيه فطلع السكيل ده طلع هاي فبعد كده طلع تاني هينزل له. فبقول ايه؟ ان انا عايزين نخلي الدايره بتاعتنا فيها خاصيه كده ان انا وانا جوينج داونورد بكومبير مع ليفل وانا بجوينج ابورد بكومبير مع ليفل تاني خالص. يبقى في عندي تو كومبيرنج ليفلز، واحد للداونورد جوينج فولتج وواحد للابورد جوينج فولتج. ماشي؟ الحاجه اللي هتحصل كده ان عندي تو كومبيرنج ليفلز. الراجل وهو نازل هيكونفير مع اللي تحت، يطلع مش هيكونفير مع نفس اللي تحت، يعني محتاج يكونفير مع اللي فوق. فلو كان النويز اصغر من الفرق ما بين التو كومبيرنج ليفلز يبقى انا ايه؟ خلاص كده انا كده ربطت مش هحسب لي مشكله. كنت ما كده السايكل دي عم تخلص كتير تاني. تعالى كده نبص عليها اكتر من بس هي الفكره كلها ان انا عايز اخلي اثنين كومبيرنج ليفلز بحيث ان النويز يبقى في نص الرينج. بقدر اكونفير في ليفلز بتاعتي بس مش طيب فده تسميه تريجر من الدوائر اللي احنا ايه بنحبوا فيها في الايه في المعمل بنحبوا فيها كده في الحاجات اللي ايه بالذات كده السريعه دي اللي انت هتيجي تبص على الدايره وانت مش مركز اوكي الدايره اللي الواحده الاولى اول ما تبص عليها تقول يا سلام ده انفرتنج امبليفاير ولا نون انفرتنج امبليفاير ولا اي حاجه من اللي انت درسته وتروح جايب بقى ايه في بلس بيساوي في ماينس وتك تك 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 تطلع الاجابه كلها ورا بعض. ليه؟ لان ده بوست فيدباك. اوكي؟ الدايره دي كلوز لوب بس بوست فيدباك. كل القوانين بتاعتنا اللي احنا مستنتجينها على نوع بلد ماشي؟ القوانين مش بلد ان ده بوست فيدباك لوب. ماشي؟ الفيدباك بتاعنا هو بوست وبالتالي الرب ده هيساتوريت الاب ده هيساتوريت عند بي سي او نيجاتيف بي سي سي ملهاش حل تاني. البي سي سي هنا البي سي سي على حسب مين الاكبر في الطرفين بتوعك. ماشي؟ ما ينفعش تقول لي البي بلس بيساوي بي ماينس وايه؟ مفيش كارت داخل وتبدا تحسب الكلام ده ده اسمه بي زيرو. ماشي؟ طيب تعالوا نبص كده مع بعض. ده انا ده كان الانبوت بتاعي. الحالتين لو انا عندي بي سي سي يبقى الفاليو اللي انا شايفه هنا كام؟
فولتج ديفايدر. ده بوتنشال ديفايدر هنا نقدر نقول ان الفولتج هنا مفيش كارنت داخل ولا بتعمل الفولتج هنا هو في سي سي وار 1 على ار 1 بلس ار 2. طب لو هنا نيجاتيف في سي سي وهنا عندي نيجاتيف في سي سي وار 1 على ار 1 بلس ار 2 احنا هنرسم الاثنين ليفلز ليفل هنا في سي سي وار 1 على ار 1 بلس ار 2 وهنا نيجاتيف في سي سي وار 1 على ار 1 بلس ار 2. اوكي فدول الاثنين ليفلز بتوعي ماشي. تعال نبدا من النقطه اللي في النص دي لان دي النقطه احنا متاكدين ان دي اعلى بوتنشال عندنا. اوكي فاعلى بوتنشال عندنا موجود هنا يبقى انا متاكد ان الاوتبوت بتاعي ايه؟ نيجاتيف في سي سي ولا بوزيتيف في سي سي؟ نيجاتيف في سي سي. يبقى انا هنا انا بادئ بنيجاتيف في سي سي. اوكي انا هنا بادئ بنيجاتيف في سي سي وبعدين الانبوت عمال يقل في الوقت ده النقطه دي كام؟ بما ان ده نيجاتيف بي سي سي يبقى النقطه دي نيجاتيف بي سي سي فار 1 على ار 1 بلس ار 2 صح؟ في اللحظه لما دي نيجاتيف بي سي سي ده نيجاتيف بي سي سي فار 1 على ار 1 بلس ار 2 وده از جوينج داون صح؟ يبقى ده عمال ينزل 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 عدى الليفل ده ما حصلش حاجه عدى الليفل ده ما حصلش حاجه ينزل 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 لغايه ما يعدي الليفل ده اللي هو نيجاتيف بي سي سي فار 1 على ار 1 بلس ار 2. دلوقتي اول ما يعدي الليفل ده ايه اللي هيحصل؟ هيبقى النيجاتيف تيرمينال اقل من البوزيتيف تيرمينال. يحصل ايه؟ يطلع البي سي سي. فانا عندي بكمل لغايه النقطه دي وبعد كده هقلب ابقى بي سي سي. لما تقلب تبقى بي سي سي ايه اللي هيحصل للطرف ده؟ بدل ما هو نيجاتيف هيبقى بوزيتيف صح؟ اول ما ده قلب ده بي سي سي ده بقى بوزيتيف بي سي سي ار 2 على ار 1 بلس ار 2. فمعنى كده ايه؟ ان الراجل ده لما يرجع اكتر هو مش بيقارن مع الليفل ده ولا هيقارن مع الليفل ده لا هيقارن مع الليفل ده لما يجي وبالتالي هيظهر فين بقى هيجي فين فين فين. اوكي يبقى وانا لما نازل لتحت بقارن نيجاتيف بي سي سي ار 1 على ار 1 بلس ار 2 وانا طالع لفوق بقارن بي سي سي ار 1 على ار 1 بلس ار 2 يبقى عندي تو كومبيرنج ليفلز. يبقى عندي تو كومبيرنج ليفلز ماشي. واحد من جوه الجو واحد من بره الجو. بتظبط الالماس بتاعتك على انك عارف الكومبيرنج ليفلز الجديده بتاعتك.
هتعرف تستمتع بالنور زي ولا لا. فلو زودنا بس دي مش هتعرف صعبه. خلاص انت زي اللي قلت اصل احنا هنا هو ما قلبش نت في سي سي غير لما طلع مش بقى لغايه البي سي سي ار. عشان بس نتفق مع بعض على حاجه ان ده واحد من الاشكال اللي مش بتفهمش. ماشي؟ سبيك تريجر يعني فكره كبيره يعني ودي لوائح كثيره جدا. الكومبيرنج ليفلز ممكن تكون سيمتريك وممكن تكون اي سيمتريك. يعني ده سيمتريك يعني الاثنين حوالين صفر واحد. اوكي؟ من الاشكال سبيك تريجر كثيره. الكونسبت بس انا بتعلم الكونسبت بتاعتي. سبيك تريجر اشكال كثيره ممكن يكون انفرتنج ممكن يكون نوت انفرتنج ممكن يتعمل اوب امبس ممكن يتعمل بالترانزستورز عادي. يعني ممكن اعمل بالترانزستورز بس ممكن اعمل سبيك تريجر. فكره السبيك تريجر الثاني هي ان انت يكون عندك هيستيريسيس. يكون عندك تو كومبيرنج ليفلز. تو كومبيرنج ليفلز عشان خاطر تقدر تتعلم المشكله. المشكله دي مشكله از فيري كومن يعني انت يصير عندك ايه؟ تفضل تنط كده فتيجي تتعالج تحط هيستيريك تحط حاجه كده تنقل الموضوع. ماشي؟ الناس اللي عندها برضه سيميوليتورز الدي سي اناليسيس بتلاقي ان انت ممكن تعمل حاجه اسمها هيستيريك لوب. في اوبشن كده تعمل هيستيريك لوب which means ان انت بيزود من زيرو لغايه بي سي سي وبعد كده يرجع تاني من بي سي سي لصفر. عشان لو في حاجه بينهم تطلع تتغير كان متنازل يسمى الاثنين. عشان تطلع عشان تعرف تطلع رسمه زي دي في السيميليتر لازم ترن ايه؟ دي سي اناليسيس ويز هيستيريك لوب. ماشي الدي سي اناليسيس ان جنرال انت بتزود السبلاي من صفر من دي دي ماشي مره واحده بس مش هيرسم لك رسمتين دول. انت لازم تدي له الاوبشن بتاع الايه؟ بتاع الهيستيريك لوب عشان يزود السبلاي من صفر للبي دي دي وبعد كده ينزل تاني من بي دي دي لصفر. يرسم لك الكيرف ده مع الكيرف ده ويطلع لك الايه؟ يطلع لك رسمه الهيستيريك. احنا اول مره في الدي مش هيحصل خالص. المفروض مع الزيرو اللي هو ريكتر بتاعك. هنا؟ لا هنا في الاول هنا ما اتصلتش مع زيرو. لا في اول بدايه خالص. اول بدايه خالص انت الراجل ده بي سي ان الراجل ده اصلا على طول في زياده في البدايه خالص هي بتقارن مع داير مفيش صفر. يعني بقارن في داخل بقارن مع بي سي او ايه بي سي؟ بي سي سي بقارن مع اول مصدر تو او نيجا بي سي سي بقارن مع اول مصدر. الراجل ده لو طلع هو مع كل حاجه بي سي او نيجا بي سي. عمر ما نبدا صفر خالص. ممكن دي بي سي بي سي هي المسافه بين الاثنين. انت دلوقتي انت رايح في الاتجاه ده في لحظه بتقلب فيها مختلفه عن طريقه الاتجاه. انت وانت ماشي في الاتجاه ده انت قلبت عن النقطه دي. لكن انت ماشي في الاتجاه ده انت قلبت عن النقطه دي. الفرق بين الاثنين دول بنسميه مكان ممكن اسمه بي اتش بلس ولا اسمه بي اتش ماينس والهستريس تبقى بي اتش بلس ولا بي اتش ماينس. ماشي؟ الشكل ده مجرد باين تايم شيفت تريجر. شيفت تريجر فيه دايرة كتيرة منه. دي دايرة الليفل بتاعتها سيمتريك حوالين الصفر وحتى بوست واحد منهم. ممكن يكون الاثنين بوستر ممكن يكون نيجاتيف ممكن يكون طب لو خلاص اول انا اتقابلت مع ايه عشان اقول ده ريكتر في السي؟ دي طبعا مع كام؟ مش مشكله قوي هو التغيير بتاعك نفسك وعشان البدايات وعشان يخلينا نلوب عليها كلها عليها يعني انت التندنس ان انت لما تكون فوق الليجا يكون انت بتعرف تزيد. التندنس ان انت تكون عندك زيد بعد كده هو يظبط نفسك في اللوب اللي عليها عشان تقارن تاني تربية لازم تقارن مع الليفل اللي فوق عشان مع الليفل اللي تحت.
وكل ده بالنسبه لك دلوقتي بقى اصغر بكتير من الكومبيرنج ليفل ده. فانت مع اول نزله انت الكومبيرنج ليفل بتاعك كده 1000. طب ولازم النويز تبقى اصغر من طبعا لو النويز بتكبر من الهستريسيس بتاعك خلاص لازم ده ينزل كده ويطلع كده خلاص لازم يكون النويز اصغر من الهستريسيس. ما فكرتش خالص في اول نقطه صح. انا مش كله كان بتكلم في اللي هو في البيت زي ايه يعني؟ مش بتكلم في بس مش شايف البيت لما يخص او يبدا دايس في البيت زي بس متخيل لو نبدا بقى ايه ده كان في بس اول ما بدا نيجي في سي طيب يبقى كده لازم يبيع عند البيت بس هندرس منه عشان في سي سي انت محتاج تعرف ان الجون فاهم